والله الوقفة الغرض منها ان احنا بنعلن ما حدث بالامس، موقف المحامين ما حدث، حتى لا يحدث نوع من انواع الخلط في الاعلام بين موقف محامي واخر، او تظهر تشكيكات او يظهر اختلافات. لا لا لا، احنا نظهر موقفنا الواحد مما حدث بالامس من انتهاك لحقوق المحامين، من انتهاك لقواعد العداله في المحاكمه، من رفضنا لما يجري في هذه المحاكمه. يعتقد الشعب انها مسرحيه، واحنا بنقدم اعتراضنا القانوني برد المحكمه واعتراضنا على ما يحدث، لنعلن الرساله للعالم كله وللشعب المصري خاصه وللشهداء اخص ان احنا بنتحمل الامانه بصدق وبنقف بكل وضوح امام محاوله اخراج هذه القضيه عن قواعد العداله. ايه اللي حصل يعني في القضيه امبارح؟ يعني ما فيش شقين، شق اهانه المحامين ومنعهم من دخول القاعه وما حدث من اعتداء على بعض المحامين. الشق الثاني شق عدم اعتبار المحكمه لقواعد العداله في الاستماع لاسئله شهود المدعين بالحق المدني وتقديم محامي المتهمين قبلهم، ثم رفع الجلسه بسرعه وسماع الشهاده على عجل وبسرعه شديده جدا. دي مساله. المساله الثالثه رد المحكمه لمخالفات القواعد الاجراءات في المحكمه. المساله الاخرى ان المحامين برضو اظهروا امبارح بالامس موقف مهم جدا، ان هم تظاهروا داخل قاعه المحكمه لمده ساعتين وطلبوا باعدام مبارك وظهروا رفضهم لما يحدث داخل المحكمه لمده ساعتين متواصلتين اثناء رفع الجلسه المدوله في قلب المحكمه. في قلب المحكمه. وماذا كان رد فعل القاضي؟ لا، القاضي كان قاعد في المدوله، لم يكن له رد فعل مطلقا غير انه استجاب لطلب الرد وحدد جلسه 26 لايداع اسباب الرد. في حالة بقى قبول الرد سواء ايه سر القضية؟ يتم إحالة الدعوة لدائرة أخرى. وفي حالة عدم قبولها؟ حددت جلسة 30/10 لاستئناف نظر الدعوة.
هذه القواعد قادرة على تمييز